وحدة من أحلى ضيع لبنان، جبال عكل الطرف. لنا سوا، ربينا سوا. كمان وهيدي الخبرية أنا بحبها كتير. المطبخ أيام زمان، خرة صخرة صخرة من هالجبال. هلو. أنا عايش بطاطا ما أقدر أفكر معي. مثل البسكوي. رائع رائع. طفولة كلها. طفولة كلها هون. فهموا علي، فبدنا ندوق مرة تانية. دلبتا يد دلبتا دلبتا يد دلبتا. مشوار دلبتا ببلش هلا. Good morning, good morning, good morning. حلقة بلبنان finally. ايه انطوني برم وراح وسافر واجا، مشتاق للبنان كل يوم، بفكر بلبنان كل يوم، بس يعني duty calls. رجعنا على لبنان ورجعت على ضيعة كتير مهمة. اليوم خليني اخبركم رح تكون حلقة حلوة طويلة فيها اكل طيب، بس مش بس هيك. حلقة فيها قرايب، رح تتعرفوا شوي على عائلة and extended family، وحلقة فيها طفولتي. طفولتي طفولتي كلها. نعم، واحدة من أحلى ضيع لبنان والجوار، اسمها دلبتا فوق غزير، يمكن أكتر ضيعة فيها بيوت قديمة حلوة محافظين عليها. ما رح كفي وكتر حكي، مشوار دلبتا ببلش. خلينا نبلش اول شيء اعرفكم على تور لاب، اعرفكم على شخص بحب دلبتا كثير، على رايو كوزين بعيد شوي. وين نبلش؟ بعيد شوي بس خلقنا سوا، قريبين سوا. قلت لهم خبرتهم قبل شوي. طفولتي هون. ندى تور لاب، شو بتعملي؟ خلينا نبلش باول شيء فيكي اندن شو رح نعمل اليوم. اوكي، نحن تور لاب تور اوبريتر. نحن احلى شيء عندنا هو انه هو ذو طابع اجتماعي. شو يعني؟ يعني نحن بنآمن انه كل واحد بيجي على لبنان في يساعد ويساهم كرمال الحل الاقتصاديه تتحرك شوي بلبنان. يعني الواحد بيجي بياخذ بيعمل تور معنا، نحن بنساعد 3-5 عيال كل يوم كل يوم كل يوم، وبنشجعهم، واكيد بنلحق الفيديو يتابعولك، وبنروح على الضيع وبنعرف على الناس، وبنعرف على الناس اللي بتعمل حرفيات، الناس اللي بتعمل اكل، على البيوت القديمه، على التاريخ، على كل شيء. وحابين يعني هلا التيم تبعنا عم تكبر شوي شوي. صرنا نحن هلا عنا تيم من اخر عكار للحدود اللبنانيه الفلسطينيه، يعني عنا تيم طويل كبير كتير، وكل يوم كل يوم كل يوم عنا ظهرة على لبنان، على الضيع، على المطارح، ومنحب لبنان، يعني لبنان بقلبنا مثلك مثلنا. هذا مشروع أمل، هذا مشروع أمل، رح نحكي عنه بعد شوي. دلبتا اليوم شو البروغرام؟ مين رح نلتقى؟ دلبتا اليوم، دلبتا لإلي أولاً ضيعتي. هلا انا وقت يسالوني انت من وين، انا بقول لهم عندي شقفه قلب بكل ضيعه بلبنان مثلي مثلك. صح صح، بس انه دلبتا بعدها بقلبي لانه خلقانه بدلبتا، ولانه اكيد دلبتا لإلي كل الطفوله، كل الذكريات، كل شيء. هلا بدلبتا في عنا ناس بتعمل اكل، في عنا ناس بتشتغل بالزراعه، في عنا بيوت قديمه، في عنا ناس مشهوره، في عنا لجنة المرأة. هي أول مرة فينا نحكي عن شيء عم بصير أصلاً ببلدية دلبتا، عنا لجنة المرأة. يعني المرأة عم تعمل كتير جهود بقلب دلبتا كرمال تخلق
هال سنس اوف كوميونيتي اللي بقلب دلبتا وتعرف على كل شيء عم بيصير بقلب دلبتا. فاليوم رح اتعرف عليهم كلهم وبعدين رح نروح على حياته وعلى حياته كمان حنتعرف على جروب صغير كمان ناس عمرهم بين ال 18 وال 30 سنه عم بيجربوا ياخذوا هدايا هدايا حياته كمان ويعرفوها للناس. حماسك اخوات. ثانك يو. واو ليتس جو. بونجور 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 رئيس جاك كيفك؟ كيف دلبتا يا دلبتا دلبتا يا دلبتا؟ ضيعة صغيرة، جبال حواليها، محمية من الجبال طبيعياً، الهوايات حلوين ساعة وين ما كان مشاوبة هون برود. صحيح. تخبرنا عن هالضيعة العظيمة. شو ما حكينا عن دلبتا ما بنقدر نعطيها حقها، هي بتحكي عن حالها دلبتا، يعني أعطيتها حضرتك الوصف طبيعتها رائعة. وهي طلعت من أول سبع ضياع، أجمل سبع ضياع بلبنان، أخذنا فيها شهادة مينيموم. دلبتا غير الطبيعة والجمال، التراث، البيوت القديمة اللي كمان بتحكي عن حالها لما تشوفوها. بالنسبة لسكانها بالألف وخمسة. بالنسبة لأقدم بيوت فيها يعني من 600-700 سنة أجوا قعدوا سكنوا تحت الوادي ورانا وصاروا يطلعوا من تحت لأنه كانوا يلحقوا المي، ما كان في شبكات. هلا رجعنا أنه ما في شبكات. الوادي تحت كله ينابيع وزراعة وهكي، سكنوا صاروا يطلعوا يطلعوا يطلعوا. أول عائلة أجت عدلبت بيت الشوشاني وبعدين صاروا يلحقون، في 26-27 عائلة. أوكي. كلهم عيال بلا صغرى مرتبين، أهل دلبتا مسقفين، جبلية وقراب على الساحل. فيها كان هجرة كتير أيام حرب الأربعتاش، صاروا يبعثوا لهون لأهلهم يعمروا، عمرين هالحارات الحلوة كلها على الهندسي الإيطالية، وأسرين شوي بتعرف الإرساليات كانوا والرهبان طالع من دلبتا بطرك ومطارين، وهو كلهم جابوا معهم أهلهم وهيك وعمروا هون، عاملين أشياء بتشبه الأديرة يعني. وعندنا خمس أديرة، خمس كنايس مش أديرة، كمان أديرة عتيقة من سنة 1600 وشي بلش تتلحق لي فوق. نحن بهالظروف الصعبة اللي مارقين فيها رجعنا شجعنا الناس على استصلاح أرضهم تيزرعوا ويأكلوا من أرضهم وما يعوزوا حدا. عنا هالوادي تحت مبينة كانت كلها صارت حراش، يعني الناس نزلت على الوظائف وهملت أرضها، رجعنا شجعناهم استصلحوها شالوا الشجر ورجعوا زرعوا الجلالي اللي هي قديمة من عمر دلبتا، يعني تحت منطقة كلها ينابيع كلها عندين محقين بيقولوا محقين ماي بيسقوا منه، وصار في تقريبا عندنا اكتفاء اذا بدنا نكتفي من الزراعه اللي عندنا اياها بالضيعه، في كميات عم تطلع من تحت بالاضافه لتربيه المواشي البقر والغنم. رجعت الناس تعلقت بالارض ورجعت على ايام جدودنا. وريس ما لازم تنسى انه هيدا الوادي كمان عنا تاريخ بقلب هالوادي، لانه التاريخ كثير مهم لنا. هيدا كان في مدرج روماني، بعد فيه جسر، ما هيك جسر بعده الجسر موجود، جسر قديم كان جسر روماني، كانوا الناس تطلع مشي من هون على عشقود او كانوا يطلعوا من هون على غينة ويقطعوا الجبل تيروحوا على بعلبك وعلى البقاع. صح. بقى عنا بعد كل هالتراث اللي موجود هون بدلبتا بلبنان وفخر لنا، وفي ناس في طريق اجر، الناس فيها تطلع من هون بتبلش مشوتها من هون وبتطلع من هون على سيت الحقله. صح. اللي اسمها درب الحقله. يلي اسمها درب الحقله. صح. صحيح. واهم شيء كمان لازم نحكي عن شغله كثير مهمه بدلبتا هي السنوبر. السنوبر بنعرف انه السنوبر كثير مهمه، واليوم السنوبر صار كثير غالي، ما هيك؟ صار الناس هلا صارت الناس كمان فيها تعيش من ورا السنوبر كمان، وهيدي كثير كثير غنيه ورح نشوفها فوق بالاحراج بسيت الحقله وهيك كل السنوبر اللي موجود بقلب دلبتا.
دلبتا يا دلبتا، دلبتا الخضار، دلبتا البيوت الحلوة، دلبتا الزراعة، دلبتا الرواق، دلبتا قصة كتير كبيرة. بتبلش بالبيوت، فيكن بس سياحيا تجوا تقعدوا هون ساعتين تتفرجوا على البيوت، إن كان 3 قناطر، إن كان 10 قناطر، إن كان البيت الصغير الكبير، وبتشوفوا بتجربوا تدرسوا من أيام زمان كيف كان الغني والشغيلة اللي عنده. البيت مع أرميد، البيت بلا أرميد، ليش في بيت مع أرميد وليش في بيت كان سطح كرمال يعملوا كشك ويعملوا كل المونة عليه ويدبوا عليه كل الأغراض. من الضيعة القليلة اللي فيكن توقفوا هون بالنص، جبال على كل الطرف وتدرسوا الموضوع. هون مين هون مين، هيدا بيت أكبر من غيره، هيدا عتل، هيدا مع منظر، هيدا بلا منظر. ودلبتا مخبية، بتفيها فتحة صغيرة على البحر، فتحة صغيرة لجوا بيجي كل هوا البحر وبعبي فيها. من أجمل ضيع لبنان، ومسئبينا اليوم بموسم كتير حلو، وين الخضار وين الزراعة وين تحضيرا للربيع. الطبيعة عم بتعيش، رح نشوف البيوت اللي ترممت والبيوت اللي ما ترممت ونبرم يمين شمال. اوف اوف اوف، قالوا لنا في بيت تحت بيت روعة. بس كان عم تخبرني شيء كتير حلو، عم تخبرنا من زمان ما كان في ساعة ايه؟ فكانوا يعمروا البيوت بطريقة ان هلأ الشمس جاية هون. صحيح، اول ما تصير 12 شو بيصير بالزاوية البيت؟ اول ما بتشرق الشمس بتضرب على هذه الشرقية. قديما ما كان في ساعات، كانوا يحددوا بدلبتا كلها، يعرفوا انه صار الظهر من الزاوية اللي بتفصل القناطر عن هالمال البيت. بس تصير هونيك يكونوا صايمين يبلشوا يأكلوا على هذه الزاوية. هذا بيت كمان من أهم وأعرق بيوت دلبتا، مع البيت اللي فوقه بيجوا من القلبة بياخدوا عليه، بياخدوا دراسات عنه. كانوا بالهجرة أيام الحرب وراحوا صاروا يبعثوا مصاري وعمروا. خبرنا عن البيت قديم؟ هي البيت ايه اكيد سنة 14. سنة 14؟ وتحت من زمان كانوا عايشين هون او كان هون للمعزل الخريف؟ بيو جاي اشتغل فيه من البيت هون سنة 14 بالحرب. وبقينا نحن هون، هن قعدوا بقوا نحن فينا هون. حلو. هلو السقف شي 6 امتار 7 امتار؟ 6 امتار. 6 امتار. غير شكل عن جد، غير شكل. غير شكل ها؟ خلص زبطنا حالنا. سكراته كتير كتير خفيف، بتحسه بطعمة الفواكه. تفضل. اوه حضرتك بتعمليهم؟ نعم. رائعين. بعمل كل شيء. لازم تبيعي منه. ايه. بيعي المونة انت؟ بس هلا صرنا اخذ الماوس كمان. ايه بس اجمالا. اكيد. طيب كيف وقت بتوصل فيك؟ بصرة موارد. شو رقم التليفون؟ 09920467. لكن 09920 467. تعملونا جماعة عندهم بالبيت، بعده المطبخ أيام زمان، بعده النملية، بعده الخشب، بعده المطبخ يلي الطابق ونص، بعده الصحون والمشكل الخشب القديم. قد ايه صار ما شفتوا هيك مطابخ؟ يعني كان هون شقفة حديد؟ لا فوق في صبين حديد هيك هون كان فحم، يعني على الطبيعة فحم خشب وفحم. كل بلاطة أكبر من التاني، كانوا يستعملوها من زمان بالمطبخ. بالمطبخ كانوا يستعملوا هيك بلاطة لقد كبير، صخرة 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 من هالجبال أو من أرض البيت. هاي مويقة داون. طب خبرها قبل شوي وجيت هلا قلت لي هتا نحكي عن البيوت عظيمة تنعطيها وقتها. كان في من زمان البيت الكبير المهم، البيت المربع اللبناني يلي هو كان معه شوية مصاري صاحبه. صح. يلي هو أرميد، بس مش هذا هو البيت اللبناني. المزارع الفلاح كان عايز سطح، كان بده سطح. ليش؟
بده السطح أولاً أول شغلة كانوا يحطوا المونة على السطح، كانوا ينشفوا المونة على السطح، كانوا يجيبوا كل شيء من الجنينة ينشفوه على السطح، وبعدين كانوا يدبوها ليحطوها بالأبو بعدين أنه للشتوية. بس كمان في شغلة كتير مهمة نحن لازم نعرف شغلة على البيوت اللبنانية. هلأ في كذا يعني كذا واحد عم يشتغل تاريخياً على كيف إجا الأرميد على لبنان، بس بيقولوا في ناس بتقول أنه الأرميد إجا مع فخر الدين الثاني بالقرن 17. ليه؟ لأنه كان هو يشتغل كتير مع إيطاليا، مع الميديسيس فاميلي. هلأ في ناس بعدها، في ناس مؤرخين يعني عم بيقولوا أنه غلط، أكيد ما رجع معه هيدا الأيدي من قبل، بس منعرف أنه هيدا الأرميد إجا على لبنان بالقرن 17. هيدا أكيد قبل القرن 17. شو كانوا يعملوا على البيوت وقت ما يكون في مونة تيقدروا ينشفوا المونة على السطح؟ كانوا يستعملوا المحدلة. ليه؟ لأنه المحدلة كانت تخليهم يسطحوا التربي اللي كان على قلب على السطوحة بلبنان. أوكي، ومن وقت لوقت بيقولوا كمان، وهي الخبرية أنا بحبها كتير لأنه بتذكرني كمان طفولتي وكل شيء، بيقولوا أنه رقصة الدبكة إجت من سطوحة لبنان. ليه؟ لأنه كانوا الناس الشباب خاصة يوقفوا خط واحد ويجربوا شوي شوي بإجريون اوكي يضبطوا التربي اللي على قلب على سطوحه تبع لبنان، ومن هون اجت الدبكه لانه بعد شوي جابوا الدربكه وجابوها. اكيد هيدي ليجون، بس انه بنحب نخبرها لانه كمان مهضومه عن فاليوم نسمع بكل الضيع كشك على السطح. ما نحن بعمله بالاوضه مزبوط، طورنا وصرنا نحصر فينا نحطه باوضه مسكره، كانوا يحطوه على السطح بعيد عن الحيوانات بعيد عن كل شيء. وهيدي من هون اجت البيت لبنان عم تشوفوها نحن واقفين حده عند الفلاح المتواضع. كان مهم السطح تيجفف تينشف، والكشك والأهم يلي هو منتج الشتاء كله. شوفوا الدهان القديم اللي بعده مثل ما هو، والسقف العالي اللي فوق مشقق كله سوا، والبيت القديم اللبناني اللي كتير كبير اللي كان قلبة كبيرة، بس بعدين ساعة اللي كان يتجوزوا ويكبروا يزيدوا أوضة بالنص. مية وعشر سنين والرسام تلياني جابوه من برا لهون. نعم من برا، جابينه من إيطاليا من برا. قديش كبر البيت؟ قديش كبره؟ هلا بفكر شي 400 متر تقريبا، طوله 30 متر، حوالي بال 400-450 تقريبا. وكيف كان مقسم؟ كم أوضة فيه؟ كيف مقسم؟ فيه خمسة. خمس أوضة؟ أوضة، لا صالون واحدة، أربعة أوضة، ستة، أوضة البير، أوضة العائلة اللي عاملينها أوضة شتوية. خبرنا شو عن الصالون الشتوي، في كان وحدة بتغسلوا فيها مي؟ ايه هي يجيبوها للسفرة على السفرة يعبوا مي ويعبروا الرجال، كانوا يجيبوها تغسلوا ايديها. وتولد لك من سنة 1910 ها كرسي. هيدا الموضة القديمة تبع البيت، هلا إيه. صار فيه ثلاث اربع عيون وعلى الكهرباء واندكشن واخبار، قبل كان حطب او فحم تحطوا الطنجرة هون. صح. وهيدي صينية الكبة. ايه يحطوا تحت العدة. العدة كلها سوا. ايه. سؤال بيسأل حاله، اجمالا نحن بنعرف بكل برميتنا بدي اعب لبنان ثلاثة امبارح يلي هن جوا، يعني جوا عنده ثلاثة. صح. صح. او مريت شفت 13 او 11 يلي هو امبارح. صح. بس انه 10
واثنين على جنب 12 بيت من احلى البيوت، ويمكن كل العالم تيجي بتدرسه تفهم ليش، بس كل شغله كان لها معنى بتقاليدنا اللبنانيه من 100 سنه، مش مثل هلا عمر حجرتين. فشو المعنى تبع العشرة نحن ما لقيناه؟ انا في اقول لك انه صار لي فتره يعني من وقت ما كنت بالجامعه كنا نجي ونسال حالنا وسالنا كذا ناس انه ليه 10 و12 مش 11، بعد لهلا ما عندي جواب. كان عنده 10 اولاد بركي ما حدا بيعرف بركي بكل حلقه حلوه بكل ضيعه حلوه بدها ترويقه ترويقه صار وقتها. وهلا جايين عند استراحه ليلى اللي بعرفها واللي مصور معها قبل. هلو خبريني يا ليلى، كم سنه صار لك فاتحه؟ 23 و 24 سنه. بيدلبتها هون ناس تجري عندك ترويقه غدا عشاء. خبريني شو عندك؟ عندي ساج ترويقة، والأغلب بياخدوا ترويقة وغدا وعشاء صاج، وبعمل ميزة عربية. يعني كله مطعم فل عادي. بالأول بلشنا فيها أساس صاج، ايه؟ رجع صرنا مشينا كل شيء فيه. الصاج عند ليلى فلات مثل ما شايفين، منه مثل الصاج اللي بنعرفه، تقدر تطبخ وتقدر تعمل عليه لحمة وأكل وصوصات وما يوقع. كل شيء، ايه كل شيء. شو الترويقة اليوم؟ شو بتحبوا تتروقوا؟ فيني خبرك انه صار لي كثير كثير زمان ما اكلت منقوشة زعتر محمصة غير شكل مع خضرة ولبنة. تكرم عيونك. صح اللبنة؟ روعة. اوكي. صار لي كثير زمان كثير زمان. يا أهلا. من اكتوبر. مثل منقوشة ليلى رح تلاقي. لأن وين ما أكلوا منقيش بيقولوا لي مثل منقيشك ما في. ما بعرف إذا هني بحبوا يخبروني أخبار يضحكوا علي أو مزبوط. نحن مجموعة ستات بنشتغل مع البلدية، يعني نشاطنا كله متعلق مع بلدية تلبتة. بلدية تلبتة بتعرف كلها معمولة من الرجال. بقى اجت لجنة المرأة ووقفت مع هيدي البلدية حتى نقدر نعمل نزيد شيء حلو وجديد على الضيعة. بسنة 2018 تأسست لجنة المرأة مع البلدية، وكان أول نشاط إلنا. رح أقول لك هي ليش خلقت فكرة نحن عنا. نحن بتعرف الحياة الاجتماعية كتير تراجعت بالمدن، ما بقى فيه تقريباً، وبلشت تنتقل هيدا الآفة للضيعة. نحن جينا طلعنا هيك لقينا إنه الضيعة يعني ما بقى فيه تجمعات، ما بقى فيه مطارح يلتقوا فيها الناس، ما بقى فيها الزيارات، وخصوصاً الجان يلي عنا ما بقى فيه مطرح، يعني ما بيجوا على الضيعة. أنت أكيد ما بتروح إلا مطرح ما بيكون في عندك ناس أصحابك وذكرياتك. الجناس كلها غير مطرح، ما بقى تجي على الضيعة إلا هيك أنجا. بقى اجت لجنة المرأة مع البلدية، قلنا أول شيء بدنا نعمله، كان أول نشاط قلنا هو سيدة النجاة. سيدة النجاة نحن وصغار كان في لها كتير رهجة، افيك لو تان مع الوقت اختفت. حتى في ناس عمرهم 20 و 25 سنة بلبتها ما بيعرفوها، تخيل. بقى نحن جينا قعدنا، أول نشاط كان قلنا إنه قعدنا نشاط إحياء هيدا التراث بعيد السيدة، نعمل احتفال. رجعنا نحن بلشنا نفوت نعمل نشاطات اجتماعية تنجمع الستات يتعرفوا على بعضهم بالضيعة، نعمل نشاطات وكده. بعدين اجتنا كورونا صار نشاطنا مش بس يعني بدنا نعرف الناس ونتسلى، لا، صار في قصص حياتية. نزلنا على الأرض مع البلدية، البلدية كانت هي على الأرض بكل مطرح، نحن نزلنا معها. طلب انه بكل ضيعة منبلش بالضيعة، بكل ضيعة تكون المرأة فعلا،
بكل ضيعات تشتغل بالشأن العام وتكون البلديات يلي لحديد هلأ بعدها حكر على الرجال من فتحة مثل بلدية دلبتا وتعطي هالبوش للمرأة مثل ما البلدية عم تعطينا حرية التصرف. انت عطونا حرية التصرف وشوفوا نحنا شو منعنا. يلا فترة جهزت صحي اللبن والزيتون كله خلص. اشتقت كتير اشتقت. قصتنا بتبلش هون، بتبلش مع نقوشة زعتر. ريحتها روعة. واقفة محمصة مثل البسكوين. بتاخدوا منها شقفة صغيرة على الطرف وبيبلشوا مشاعركم كلها تتحرك. ببلشوا تحسوا إنه واو الدمعة هادية على راس عيوني. صار لي زمان ما حسيت هالإحساس. ما طلعت على الضيعة. ما حسيت النفس، الحب، المحبة. شوية لبنة، شوية زيت زيتون. Oh my God. مش مين ما عمل مقيش عمل مقيش. حدية حموضة، زعترات روعة. وعجينة خفيفة خفيفة ورقيقة. وما فيها طعمة سكر، ما فيها طعمة حلاوة. مثل ما ستاتنا علمونا وطعمونا بعد العوايد هي ذاتها. اوف دواء دواء لمحبة الوطن. على الجبنة العجينة بتصير قطرة. مين بعد بحط جبنة هالقد؟ مين بعد بحط جامبون هالقد؟ في تقريبا تحت ايدي مينيموم شي 800 جرام. الجبنة دايبة مظبوط. جبنة مهمة كتير. شقف من الجامبون. And here you go. نحن صغار كنا ناكل هيدا مع كاتشب. الزعتر مع لبنة. قرشة الخيار اللي حتى لو مش بموسمة بعدها زيتها. شو عم باكل؟ بركة لبنان. بركة الضيعة. قوارمة بتجيب لحمة الغنم المدهن شوي يعني ضلع بتقله الزاور وبتجيب معه شرفة فاخض بتطحنهم على المكنة الخشنة وبتجيبهم بتحطهم على النار بتدوب بتجيب لي كمان كيلو لي كل 3 كيلو غنم بدون كيلو لي بتسلي اللي بالهيدا بالطنجرة وبتنزلهم اللحمة تفق منهم بتحط لهم ملح وقرفة وبهار وهيدا وبتغليهم تا يستويوا بتخليهم تا يبردوا شوي وبتعبيهم بالمرطبين وملحيتهم بدهم يكونوا كافوا. عنا 15 طائر من طعميهم وعنينه بالعنا بالبيت. اخر وحده هي الاساس. الاساس هي لبنه. الاساس هي الساندويش السحر. دقيتيها شي مره ساندويش الاحساس والحنان والضيعه وكل الحب. يلي فيها قورمه من ايدين الستات. يلي فيها بيضه بلديه. يلي فيها لبنه من الجبل. يلي فيها بندوره من ارضنا. بدك زيتون؟ لا 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 هيدي هيك بندوره بيض ولبنة ماشي تاني وساعات اللي بتاكليها بتحرك كل المشاعر. هلا انت بدك تاكلها كلها هيك؟ بدك نصها؟ اللي فكرك رح اتركها تاكلها لوحدها؟ اكيد على بالك. شو لك؟ طيب حبيتك بحب انا الناس اللي بتاكل معي صحتين.
بليز جو. ما بقى لي قلب بدي اعطيك اياها عن جد. ما لي قلب حملتني ضميري بالدنيا صيام. طب زيتها روعه، بندوريتها روعه، بيضات عظيمين، والقوارمه ولا بتعلف ولا بتزيزق ولا بتقعد بين السنين، ملوحتها على القد. ايه وقعت بايد مين؟ بروفيسيونال ومعلم بيعرف قيمتها، هي اهم شيء. اخوات او ماي جاد عن جد اقلي. انا بحب عليها، بدي فوت اعمل لها ثلاث بوصات. اجت لعندك هي. لك ما في منك، لك ما في اطيب منك ومن نفسك ومن هاللقمه الطيبه. صحتين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يقويك ويضلك بصحتك. ليه بده خبز؟ انتوني هلا بدنا نفوت على معمل، معمل اللي بيعمل موارد ومزهر وخل التفاح وكثير اساس بيعملوها هون بقلب البلد. هي مش بس معمل، هي فيها كل نفس الضائع حطيته بالقنينه. يعني واحد عنده معمل بين هالسنوبرات حلو واحد يشتغل معكم. حتى المنتج عم بياخذ المناخ الصنوبر. استاذ ابو ربيع خبرني شوي تاريخ هالمحل، المعمل شو بتعمل؟ يعني نحن بدينا هون بانشاء المعمل تقريبا من حوالي سنه ونص. حضرنا كل الخطوط، حضرناها تصنيع محلي هون من ناس عندهم مصانع بالبقاع. جبنا مكنة، جبنا مكنات، جبنا حلل للتحضير، جبنا مكنة تعبئة ومكنة تسكير بستورايزر للتعيين ومكنة ليبل. كان الهدف نشتغل شربات ونشتغل دبس الرمان وعصاير. وصلنا نحن بخلال هالسنة ونص تطورنا كتير، صرنا نعمل دبس الرمان بعدة قياسات، وصرنا نعمل خل التفاح بعدة قياسات، وخل عنب أحمر بعدة قياسات، وخل أبيض بعدة قياسات. هذا عدا عن اشتغلنا ماء الكادي. ماء الكادي هذا ما كان معروف بالبلد هوني، هذا معروف الماء الكادي بدول عربية بيستعملوه مشان المندي، مشان الأوزي، مشان التطبيق بالرز والشغلات. كل المنتجات اللي عندنا، عندنا دبس الرمان على انواعه، عندنا الخل على انواعه، عندنا الشرابات على انواعها اللي هي شراب الورد، شراب الفريز، طمر الهندي، الجلاب. انا رمزي صفا من المشاركين بمعمل مسك. نحن مجموعه مشكله من كريم للاستثمار بالاساس، وعندنا قطايب فود وعندنا مسك، وبنفس الوقت نحن بنعمل مسك فود، بنعمل قطايب فود، قطايب لبنان، وبنعمل برايفت ليبل. نحن هلا بلشين كمان مع الريحان على الاردن. نحن كل صادراتنا بتروح على لندن، بتروح على فرنسا، على المانيا، على هولندا. بنفس الوقت نحن عندنا بديل الحامض، عندنا الشرابات على انواعها، كل شيء له علاقه بالتمر الهندي، بالجلاب، كل الاشياء اللي تعتبر صناعه لبنانيه مثل البيوت اللي بتصنعها الستات الكبار وكذا. نحن محافظين على نفس الليفل، على نفس الشغلات اللي لازم تكون بشكلها الطبيعي الاساسي. وبنفس الوقت نحن كل هالبراندات عم نعملها للبنان ولبرات لبنان، بنعطي عدة مطاعم بلبنان وبنعمل كمان للخارج.
نحن عم نحكي عن السمسم الرو ماتيريال. منشيل السمسم منحطه بالضبط بالكونفاير لحتى ينتقل على المنخل. هون بنعمل المنخل، بنشيل منه الشوائب المرحلة الأولى، بيرجع بعد منها بيجي على كونفاير جديد، بيطلع على القشارة، من القشارة بيتنطف مظبوط، قشر السمسم بينزل لحاله. بنفس الوقت بنرجع بننزله على منخل جديد، المنخل الجديد بيتنظف كمان من جديد على أصوله، وبعد ما يتنظف بنرجع بنجي بنطلعه بكونفاير مثل ما انكم شايفين على غسيل مي مع الملح، ومن هون بينزل بكونفاير كمان عن جديد فوق المحامص. بهيدي الفترة بصفي يتحمص بشكل مضبوط، وبيروح مباشرة من هون من المحامص على كونفاير جديد وعلى منخل جديد. هيدا المنخل مثل ما انكم شايفين بيرجع بيطلع السمسم من هون على الغرفة اللي هي منحضر فيها تنعمل طحينة 100% بيور بدون اي اضافات، بدون اي زيادات، 100% طبيعية. بيجي السمسم مثل ما نكون شايفين بكونفاير، بيوصل السمسم على خزان، هيدا الخزان بيطلع منه السمسم على المطاحن. في عنا الكرومة المرحلة الأولية، بيرجع بعد الكرومة عنا 3 ستيج، عنا 5 ستيج. بعد الفايف ستيج بيطلع على الحجر اللي هو الطبيعي اللي معودين عليه كليتنا، بتطلع طحيني بيور 100% بدون أي زوايد، بدون أي إضافات. فيك تشوف كمان إذا بتلاحظ الطحينة بتطلع عنا سخنة غير شكل. وهلأ رح ندوقه كمان الأستاذ أنتوني هاي الطحينة، وهو بيعطينا رأيه فيها بالشكل اللي لازم يكون. معمل بنص الطبيعة بيوصل بالآخر عندك طحينة اللي بتجي بالمرضبين بتكلها بدقيقة ونص. بس خلينا نرجع نفوت بالتفاصيل للناس اللي انتبهت له وما انتبهت له. أول شيء بيتنقى مرتين، يعني بلشنا من سمسم أصفر على أبيض. شو هن الأشياء اللي المهمة اللي واحد لازم يعرفها؟ بعدين في قشر بيروح خصوصي، هذا بحطوه بالزعتر مش يعني غلط، بس ما بيكون هون. نحن هون شو عم نشوف؟ نحن عم نشوف هون 100% بعد ما نشيل الشوائب كلها، منبلش بالمنخل الأول المنخل الثاني، وبنرجع منحمص وبنرجع منشيل كمان شوائب جديدة. نحن عم نشوف هون الطحينة 100% بدون أي إضافات، بدون أي شوائب. سمسم بلا قشره 100%، ما فيه مرورة نهائيا. سوبر طيب وسخن، واو، حموضة بالآخر. مقفى ألف صحة. لا رائع رائع رائع. يا شو طيب سخنة، مش معقول يلي دقيقة نزل من المكنة، مش كأنه مش دقيق شي بحياته. يعني هاي بمال، واللي بتصير بعدين بالسوبر ماركت بمال، تراوي لزقت على سقف حلقة. أهم شي ما في مرورة أبدا أبدا أبدا. طب بعده المشوار بأوله، لأنه المعمل بعد فيه لجوا. نرجع لجوا يلا. إجمالاً على الإمارات العربية، بنبعت على الأردن، بنبعت على عمان، وبنفس الوقت بنبعت هولندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وبنبعت كمان بنفس الوقت على عدة محلات بأوروبا، ومنها كمان كندا. حلوي كيف تنعمل؟ حلوي هي بتبلش طحينة؟ هي عبارة عن طحينة وسكر بالمبدأ، أو ما يسمى بالناطف. الناطف بنعمل من سكر، بيفوت له مواد مثل شرش الحلاوة وستريك أسيد ومكونات. يعني هيدي الطحينة نضيفة اللي شفناها جوا هي 100%، هي نفسها بتنخلط مع شيء اسمه ناطف، بينعمل من بيتذوب السكر بالماء. اوكي. بنزيد عليه شرش الحلاوة، بينخلطوا مع بعض وبتطلع الحلاوة، بتطلع أو سيدة أكيد. وفيك تحط لها مثل اللوز والبيستو والشوكولا اللي معودين عليهم بالسوق. قصة وحدة، قصة وحدة مفرط، ما بتعلق، ما بتعلق، ما بتلزق، ما بتمغط، ما بتفرط مثل الرمل، سكرها خفيف، بتعبي التم، بتحسه بطحينة، بالحلاوة، ما بتمغط أهم شيء. وفي كتير من الحلاوات اللي بدوقن أول ما تلقطوها بتفرط،
بتصير تحسوا هيك احساس رمل تحت سنين. Which is not. Very good quality. بسكوي موزة حلاوة شوية نوتيلا. يا ويلي عن جد. Very good stuff. الراحة اللي معودين عليها التركية بتجي شوي قاسية وهيك بتمغط شوي. هيدي مثل الزبدة. ديبت يعني عاملينها خصوصي. رح مثلكم التمثيلية. عاملينها خصوصي ساعة بتحطوها على هيدا البسكوي تبع الثلاث خمسات عرفتوه؟ بتجي على القد بلا ما ينكسر البسكوي. لا أبطال. حبيتها كتير. قديش اكل حلاوة وقدي دايما باكل حلاوة مرات وبتطلع فقرشة سكرة تحت سناني. حلاوتهم just perfect فعلا. وهيدي الراحة كم مرة حطيته راحة بين اثنين بسكوي وكسر البسكوي. صابوه وعملوه بطارية ولا شافوا كل التفاصيل اللي نحنا ما بتزبط معنا وتزعجنا وعملوهن صح. اوكي اخد معي كم علبة على البيت. هلا صار وقت. عم تسمعوا هيدا عمتي صوتها مثل صوتي. عم بتصور؟ لا عمتي وبنت عمتي. هاي بونجور. وليش نحن هون؟ هلا بتعرفوا بعد شوي بس خلينا نبلش فرجيكم على البيت. هذا البيت يلي على تمر على ورق بول بلبنان. طفولي كلها هون على هذا البلكون هالمناظر الحلوة. غدا الأحد مع العائلة. بيت رائع. وعرفتكم عمتي لأول مرة. بيت حلو قديم وعلى الورقة ورقة الطابع. في واحد من الطابع كان معتقد طابع المئة ليرة من زمان. هلأ انقطعوا يعني بس أنه كان هيدا البيت المشهور. ليش؟ لأنه قديم واحد من أقدم البيوت. بيقولوا بين 120 130 150 سنة ما في الوقت المزبوط. وقديش الثلاث قناطر الحجر تفاصيله رح جاري فرجيكم اياه وصوركم اياه هون اكثر شيء. وهالبالكون القعده هون على الطريق. اوف نوستالجيك. عمتي مزبوط بس في عمتي الثانيه اسمها رندا. شي نهار بنصور نحن وياها وهي عامله هذا التابلو كله سوا. رندا سوبر شاطره اوورد وينر ارتست وبترسم كثير منيح. فرندا رسمه التابلو لكارول. Anyway, عم بقولكم تفاصيل العائلة. هلا مهم نحن هون ليش؟ نحن هون عند ماريا سارة يلي هي بتعمل البيستري دليفري من البيت. سوري عم فرجيكم البيت بس هو بيت انا بالشتا ما بيطلع فشو الغلط ببعض. حلوين؟ مش بس حلوين هلا رح ندوقهم ونخبرهم انه طيبين. ضروري. ماريا سارة خبريهم شوي عنيك. أول شيء بنت عمتي بحبها كتير. خبريهم شوي عن عم تطبخي عم تعملي بالبيت عم تعملي جاتو بالبيت. شو الكونسبت؟ يس عم بعمل جاتو بالبيت صار لي يعني 100% من 2021. كل شيء هوم ميد. ماكارون كوكيز تارت كيكس بيرثدي كيكس فوالا. بستحي شوي. طيب لكن ماريا سارة عندها بتطبخ من البيت أو بتحضر من البيت بالنقاش ففيها تعملكم دليفري وين ما كنتوا بلبنان. مشهورة أكتر شيء العالم كلها صوب تجري عندها المكارون. نوع مكارون. ليش مكارون؟ بتطلبين كيف؟ ليش مكارون؟ لأنه صراحة بلبنان الفرايتيز منهم هالقد. ما فيها هالقد فرايتي. أكتر شيء هن اللي بنلاقيهم فاني كراميل وشوكولا. سو أنا كبرت ونوعت في فريز روز لافاند سيترون بيستاش مارون. طيب وين نبلش؟ شوكولات او شوكولا فرامبواز. شوكولا فرامبواز تبعته ما كسرت ما فرطت منه بسكوي منه فاضي من جوا. as fluffy as it should be. وير ما فهموا علي. بدنا ندوق مره ثانيه. بدنا ندوق اكيد طبعا. ثاني وحده شوكولا. شوكولا طبعا. وقفه المكرونه مزبوطه لقطه مزبوط
اجمالا بيكونوا او فاضيين او كتير قسي من برا. مش بس عم تقربني لازم تشجعوها لان شغله نظيف، بس من الاخر جيد جوب. اشتقتلك انا كمان. حطوني ما تاكلهم كلهم، انا بدي. ممنوع تاكلهم كلهم، انا بدي. وبتعرف ماريا انا في تاكس. راجع. لا لا خليك خليك لا خليك. بنشوف قناطر 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 وين ما كان بالبيوت، في باب قنطره، بعدين في ثلاث قناطر على المدخل. لشو بيرمزوا؟ في رقم ثلاثة، في رقم سبعة، في شيء بنعرفه عن هالموضوع؟ القناطر بالبيت اللبناني التراثي لازم دائما يكونوا عدد مفرد، يعني يا واحد يا ثلاثة يا سبعة يا خمسة. ليه؟ لأنه هيدا سببه جدا هو ذكوري. دائما كانت العائلة بدها تتصور بيوقف البي بالنص والشباب حواليه والنساء العائلة بحوطوه، بس ما كانوا ولا مرة يتصوروا لا بالدار بقلب البيت ابدا ولا صورة بقلب الدار، كانوا دايما يتصوروا برات البيت. لذلك لما عملوا القناطر بيقف هو بالقنطرة النص مع اولاده الشباب الكبار، وبتوقف النساء مدامته يعني والبنات الباقيين بيقفوا من هون ومن هون بالنص تيتميز انه هو رب العائلة، والشباب هن اللي بدهم يورثوا اسم العائلة الكريمة. هذا بيت مهم وبيت عجب وبيت بينحب لعدد أسباب. أول شيء القناطر تبعه بعض مظبطين، الحجر اللي فوق القنطرة بعده راكب، بس الأهم اللي شايفينه فوق أو مش شايفينه هو عمود هون بالنص. وبتطلعوا في قنطرتين فاضيين بالنص، منو عمود فل، هو بلا عمود. وبيجوا العالم أو التلاميذ بتدرس وبتقول يلي عملوا كيف فكر، يمكن كانوا ضايقين كان بده فيو أكبر. يلي هو بيت ببلش من برا من الفوطة، ثلاث قناطر ومدخل، قنطرتين بلا شي بالنص، وبعدين في عندكم البالكون المندلون ثلاث قناطر وفيو على كل الضيعة. إذا انتبهتوا بالضيعة بدلبتة اللي عم نشوفها، أغلبية البيوت الكبار كانت على هذا الجبل، بتطل على الكنيسة اللي بالوجه وعلى الوادي محل ما كانت الفلاحة والفلاحين والزراعة وصوت الدجاج والديك. هلا وين وصلنا؟ أنتوني ما بتتذكر وقتك كنا صغار؟ كيف ما بتذكر وقتك كنا صغار؟ بس أنا عم بعمل لهم دعاية، فأنت وين؟ وصلنا عم بيت رفايل بقولوا بالمشعب راح بالعربي يمين شمال صح، بيتين لبيت رفايل، اتنيناتهم بيوت قديمة كتير. أقدم بيت هلا نحن رجعنا لقينا صورة عمرة بيقولوا إنه هيدي مصورة من 300 سنة، وبيقولوا إنه هيدا البيت اللي هون كان دير دير او مدرسه. هذا البيت الوحيد بكل دلبتا يلي بيشبه، كنت عم بقول بيوت لمتين وما بيشبه بيوت دلبتا. صح، هو قديم اصلا ما فيه ارميد احمر اذا بتشوف، وسطحه بعده هذا السطح اللي كنا حط المونة عليه، بس كبير، في عنده كانه عندك برج وبرجين، كانه بس منهم برج وبرجين، برج وبرجين، وبيناتهم في هيك مثل كوريدور مع قناطر. اوكي، واللي حلو كتير فيه هو انه رمموه بالطريقه القديمه بقى بعده مثل ما هو. نحكي عن هذا البيت وبنحكي عن هيدا البيت اذا برمنا كمان واحد من اروع وارقى واحلى بيوت بدلبتا. وهون كنا نركض نحن صغار بين هون وبين هون وبين هون ورا بجنينه. واو ذكريات ايام سعيده. بس رح اقول لك شغله، انا بدي خبرك شغله، بس هيدي انا كان عمري سنتين، كنت عم بمشي باليوبا لهون، وبيقولوا انه عمتي هون كان عندها كلب. انا وعم بمشي باليوبا لبرمت امي عم تطلع على البيت هيك، وكرجت لتحت وجاي سياره، نزل الكلب لقطني من هون وطلعني على البيت. اوف تصور هيدا بتصور ذكرى يعني. جد انا بتذكر هون عندهم، هلا بنشوفهم اذا بعدهم، كان في جوار بالارض وكان دائما عليهم نينيفار دائما لونه اخضر، فنطلع يخوفونا اهلنا انه اذا نزلت ما بتطلع فيش 10 امتار. وياما وقعين فيها انا وياما نطلع مع وحده هون خضرة هيك. يلا بنعمل برمي. واو ذكريات.
هلا رايحين لعند تيريز، تيريز خويري. تيريز خويري عندها كمان بيت قديم كتير، بتشوف من جوا كله حائط من جوا، كتير كتير حلو. وقت كنا صغار أنتوني كنا نجي نعمل بقاء هون، كنا سكوت كنا نجي نعمل عندها بقاء وتعمينا أكل نقطشب أكلات. البيت. هون البيت بترك حنا الحاج. اوكي. مشان هيك هو البيت يمكن الوحيد بالمنطقة يلي ما بيشبه بقية البيوت؟ ايه؟ لا، في هيدي الأوضة بتشبه البيت عند أستاذ سامي عند صح. هون هن البيتين. هون بس البيتين. اوكي. لكن شو تاريخ البيت شوي؟ هيك تاريخه قديم صعب. صعب بس بعرف الوالد شاري من خيو للبترك حنا الحاج. اوكي. ولازقين الحيطان على بعض. وهيدي وهذا العقد العادي كلس ابيض ونعمله كل سنه نطرش. وهون كان هذا البوفيه كان هون ومسكرين هون، وهون في يوك اليوك القديم، في بقلب اليوك فرشات كانوا يجوا ضيوف يناموا بالأرض، يفرشوا فرشات بالأرض ويفرشوا. وهون كان في تلفزيون ايه، وتحت غزانة للموني هاي ما حدا بيستعها فيها، الغراض الأكل شي سكري يعني ما بحدا بيدقروا ايه. بعدين نحنا جينا نظفنا وفتحنا الباب وفتحنا كل شي وعملنا هيك وشلنا اليوك وشلنا الغزانات هون وهيها بس كله. صار هوني كنا حاطين تحت الوالدة هون كانت تنام بالشتاء هون، وبابور حطب هون والهيدي الطاقة أطرجة ايه. وهونيك في براد وغاز لما يطلعوا بالدرج، كان في درج هون يطلعوا على المطبخ. وهيدي كل القصة وخلصناه وعملناه هيك صار سنة ما عدنا نقعد فيه. بس الغلط انه لازم نقعد بالشتاء فيه وبالصيف نصيف فيه، لانه بالصيف برود وبالشتاء دافئ. تيريز خبرينا شوي. اوكي. كنا هون شو كانوا هيدا كله مغطى؟ كله كانوا مغطى. مغطى كان شو؟ كان بكلس وشي مثل التبن مسكر ومنطرش. وليش؟ بتعرفي ليه؟ لانه كان قديما عندهم في شيء مشان هيدا ابصر طيبردوا طيضموا دفينين، ما كانوا يحبوا يبين الحجار، ما كانت مبين الحجار. هلا انا بعرف شغله ثانيه، انا بعرف انه بيام زمان اصلا الحجر كان رخيص كثير، فالناس بقلب البيوت كانوا يحبوا يغطوا الحجر لانه الحجر كان يبين الفقر. اليوم صرنا نقيم الكلس لانه الحجر صار كثير غالي، فبدنا نفرج الحجر لانه الكلس صار هلا بفرج اكثر انه كانه مثل البيتون او مثل شيء، فمش هيك. وكمان لانه كان الكلس يخبي يخلي الحراره جوا او يعطيها شويه برود كمان بقلب البيت. قديش كان يكلف الكلس من زمان؟ 25 ليره مشان كل النهار يطرش مثل البيتون، يصبوا يطرشوا كثير قوي تيضاين الكلس، يضاين سنة كل سنة نطرش مرة. نحن يلي لفت لي نظري انه هذا البيت الوحيد او يمكن بيتين بس بالمنطقة ما بيشبهوا البيوت العادية التانية، ما فيهم هالثلاث قناطر، ما فيهم أرميد، وذكروني كتير 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 بالبيوت تبع ساحة لمتان. هل هن زيت الأشخاص اجت لهون؟ او يمكن زيت المهندسين؟ وبتعرفوا انه انتم بالمتين قالوا انه جابوا المهندسين من محل تاني ورجعوا جيبون. او ساعت كنا كمان بعد الضيعة عم رجع اتذكر من ضيعة لضيعة لضيعة. اف تذكر يا انتوني. تذكرت. شو تذكرت؟ تذكرت بيت السماحة بالقبيات. ايه. وقت خبرنا انه جاب المهندس من المتين، من شان هيك كوبي بيست البيت مع زيت السودة على قلب البيت. يمكن الشخص اللي كان قاعد هون كان معه شوي، فجاب المهندس من المتين او من نشوف بركي. بس في كمان انتربريتاسيون تانية، هي بيقولوا انه ما تنسى انه وقت ينشهر شيء بالاركتكتشر بالهندسه او شيء، صارت المهندسين ينقلوا عن غيرهم. يعني بركي المهندس كان من هذيك، كان يصورها على انستغرام ويبعث. لا مش مصوره، بس بياخذوا زيت الموديل، يعني بياخذوا زيت الموديل بتصير تلاقي منهم يعني وين ما كان. يعني لانه اذا بتروح كل بيت شهاب
كل البيوت تبع شهاب القديمه القصوره وهيك انه كلهم هيك بذات الشكل. وكمان ما بننسى الصليبين على الحجر يلي صار لهم كثير زمان يلي كمان بيبينوا انه في كان في خوري عايش هون او اكيد. فنحن هلا بالانتخابات بنطلب انتخبوا المراه فقط. لا لا انا ما لك انا هلك بس لك انه نحن ما بنفكر معي ما بنتنافس مع الرجال ابدا. نحن ما بنتنافس, نحن بنتكامل نحن وياهم, هن شيء ونحن شيء. صح مش عم بقدر افكر بقى بعتذر. ريحه الزعتر كثير قويه و رح نحطها بهالفنجان لانه وعدتني ندى بدها تبصر لي. يا عين انا بدي اتصل لك. ما بعرف شو رح نشوف بالفنجان. رح نشوف تلبطه بالفنجان كلها سوا, بيوت قديمه كل العيون. لك ما بتكمل الجامعة بلا فنجان, ما بتكمل الجامعة اللبنانية بلا قهوة. وعن جد قديش بدي اقول لك ميرسي على النهار العظيم, ما بتعرف قديش مبسوط, ما بتعرف نحن مبسوطين فيك, نحن ناطرينك يعني ما بعرف في شيء اعتراض في عم نحكي قديش انت طيبة وانت بتعقدي ونحن مبسوطين فيك. احلى ضلك بصحتك انه كل شيء عزاوي روعة, زعتراتك جبنتك بيضاتك بيضاتك لا تصور ما بيضاتك. مين بده قهوة؟